فخلينا بقى نشوف النهائي في عيون مشجعي افريقيا او نيجيريا تحديدا. نيجيريا، تقرير من نيجيريا كان في عن هذا النهائي المهم جدا. نشوف العيون النيجيريه شايفه الاهلي والزمالك والنهائي ازاي. مواجهة مصرية تقليدية، وكلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض، وأعتقد أن الأهلي يتفوق على الزمالك نظرا لأنه فاز بالدوري هذا العام بفارق 22 نقطة، كما أن الأهلي حاليا واقع تحت تأثير بيتسو، وهو ربما أفضل مدرب في القارة الإفريقية حاليا. نحن نعلم ما فعله مع ماميلودي سان داونز، ولهذا أعتقد أن الأهلي سيكون له اليد العليا في هذه المباراة، خاصة وأن النهائي سيكون من مباراة واحدة بسبب جائحة كورونا. وبالطبع لا يمكن أن أنسى أن الأهلي يضم النيجيري جونيور أجايي، ولكن مشاركته في المباراة من عدمها أمر يعود للمدرب، ولكنه لو لعب سيكون دفعة قوية لهجوم الأهلي. وبالتأكيد أنا شخصيا أتمنى أن يلعب. عموما أرى أنه شيء جيد أن ترى لاعبا نيجيريا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأتذكر أيضا أن أسيك ميموزا ليفواري كان يضم لاعبا نيجيريا في وقت ما. وبما أن الأندية النيجيرية لا تفوز حاليا بدوري أبطال إفريقيا، فسيكون من الجيد أن نرى لاعبا نيجيريا يفوز بهذه البطولة. هذا هو نهائي دوري الأبطال الذي نحب أن نراه، لأن كلا الفريقين المصريين كان كالإعصار الذي هب على إفريقيا هذا الموسم. ولكنني أحب الأهلي لأنني أراه ريال مدريد إفريقيا، وربما لأن لديهم المهاجم النيجيري جونيور أجايي. وأعتقد أنه سيكون نهائي قوي، وأشعر أن الأهلي وجونيور أجايي سيكونوا هم الفائزين، خاصة وأنهم الآن تحت القيادة الفنية لبيتسو موسيماني الذي أراه كجوزي مورينو أفريقيا في الوقت الحالي، ولديه خبرة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وربما سيحقق لهم اللقب. ستكون مباراة نهائية رائعة على الرغم من عدم وجود جماهير في الاستاد. إنه شيء لا يصدق، فريقين من مصر في النهائي. ولكن الدرس المستفاد هنا، بعيدا عن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن العوائد المالية ستذهب إلى الجانب المصري من الرعاة ومن الجانب التجاري لكرة القدم، ومع تلك العوائد ستستمر كرة القدم المصرية في الصعود. وأنا أتطلع إلى نهائي مثير سيكون كالمعركة، لأن كرة القدم بالنسبة للمصريين هي الحياة. هي دي مجموعة من آراء إعلاميين نيجيريين، كل واحد فيهم لمس في حتة. طبعا واضح إن هم يعني عواطفهم ان في لعيب نيجيري هيلعب مع النادي الاهلي هذه البطوله، يتمنوا له الخير ويتمنوا له بتاع. لكن اخر واحد اتكلم ده اللي اتكلم في الصميم، قال لك ايه؟ العوائد الاقتصاديه، كل الفلوس بتاعه الفاينل خلاص داخله مصر، يا هنا يا هنا، ودي هتعمل انتعاشه من الرعاه، وهتعمل تاثير على القيمة التسويقية للناديين. طبعا اللي يكسب هيبقى يفوز بنصيب الأسد، ولكن هي دي بقى لما تيجي تبص للأمور وانت بتحلل من صورة من بعيد، هو شايف ان كسبان مصر، كسبان حتى على الصعيد التجاري والتسويقي. لكن لما تاخد الثلاث آراء أستاذ إبراهيم تفرح، حاجة حلوة، الناس شايفه الكره المصريه ازاي. الراجل بيقول لك الاهلي ده ريال مدريد افريقيا، يعني طبعا حاجه على المستوى الشخصي تخلينا مبسوطين قوي. انا بتكلم ان ينظروا الى الكره المصريه ازاي دلوقتي في اللحظه دي، وده اللي بقوله. عايزين نبني، والله العظيم كمسؤولين لازم نبني على اللحظه دي.